لم يخيب فريق شبيبة سكيكدا أنصاره الأوفياء الذين تنقلوا بقوة إلى بيجاية وصنعوا أجواء رائعة رغم الظروف المناخية الصعبة وعدوا بالزاد كاملا. شبيبة بيجاية التي توقفت سلسلة نتائجها الإيجابية بست مباريات دون انهزام في هذه الجولة. المباراة على العموم كانت مفتوحة من الجانبين خاصة في الشوط الأول، أين شاهدنا فرصا حقيقية للتهديف لكل فريق خاصة عن طريق شبيبة بيجاية التي لم تستغل كالعادة الكرة الثابتة. وينتهي الشوط الأول كما بدأ، وبعدما كان الجميع ينتظر ضغطا كبيرا لأبناء المدرب حموش في الشوط الثاني جاء العكس لزملاء القائد نايلي، وبعد ركنية نزار وبرأسية جميلة يتمكن من فتح باب التسجيل. هدف حرر أنصار سكيكدية الذين دخلوا في فرحة هستيرية عندما تمكن المهاجم شنيغر من مضاعفة النتيجة دقيقتين بعد ذلك بعد خطأ في تقدير الكرة بين المدافع والحارس جبارك. هدف قتل طموح أبناء يما غوريا في العودة في النتيجة، وما زاد من صعوبة المأمورية الظروف المناخية الصعبة لتعود شبيبة سكيكدا إلى الديار بالزاد كاملا وبنتيجة هدفين لصفر، فيما على أبناء يما غوريا إن أرادوا العودة إلى حاضرة الكبار نسيان هذه المباراة والتفكير جيدا فيما هو آتٍ.